أهلا وسهلا بكم متابعي قناة أعرف. اليوم نقدم لكم أغرب 10 قوانين للمرور في العالم. القيادة دون ارتداء قميص. لا يمكن للسائقين في تايلاند ذكورا أو إناثا القيادة دون قميص، سواء كانت السيارة المقودة حافلة أو توك توك. القيادة وشرب الكحول. لا حاجة إلى إخفاء الكحول أثناء القيادة في كوستاريكا، حيث يسمح بالقيادة وشرب الكحول طالما لم يتعدى مستوى الكحول في الدم 5%. تحليل النفس الإجباري. تفرض فرنسا على سائقيها اقتناء محلل للنفس طوال الوقت أثناء القيادة، وتكلف مجموعة الاستخدام الواحد حوالي 5 دولارات، بينما تبلغ الغرامة لعدم حملها 15 دولاراً، إلا أن القانون نادراً ما يتم تطبيقه. إن كانت السيارة قذرة بما يكفي للكتابة عليها، فقد يستوجب ذلك غرامة قدرها 55 دولاراً تقريباً في موسكو. وعلى الرغم من أن القانون تم سنه في الأصل لمنع حجب لوحة السيارة، فإن الأمر يعود إلى تقدير ضابط الشرطة. الإشارات البذيئة. تكلف الإشارات البذيئة في قبرص الشخص غرامة 35 دولاراً، وينص القانون على أنه بالإمكان تغريم السائق في حال كان في وضعية غير نظامية داخل السيارة أو قام برفع يده عن مقود السيارة لغير الضرورة. الانصياع إلى رعاة الحيوانات. في جنوب أفريقيا يمتلك الرعاة حق الطريق، وينص القانون بكل وضوح على أنه يجب على سائق المركبة في الطرق العامة التوقف بطلب أو إشارة من شخص يقود قطيعاً من الحيوانات على مثل هذه الطرق، وقد تصل الغرامة إلى 500 دولار. رش أحد المشاة بالوحل خلال القيادة قد يكلف أكثر من 60 دولاراً كغرامة، كما أن الركوب بجانب أو إعارة السيارة إلى سائق مخمور قد تقود إلى غرامة بآلاف الدولارات. تناول الطعام داخل السيارة ممنوع في المملكة المتحدة، حيث سبق أن حصل الدراجون على مخالفات لتناول أحدهم ساندويتشاً أو تفاحة. القيادة الممنوعة بحسب يوم الأسبوع. في مانيلا في الفلبين تحمل أكثر قوانين القيادة تعقيداً، حيث لا يمكن القيادة في أكثر مقاطعاتها ازدحاماً إلا حسب يوم الأسبوع وآخر رقم في لوحة السيارة. يحتاج الحيوان إلى مرافق. لا تخلو الولايات المتحدة من القوانين الغريبة كذلك، ففي مونتانا من غير القانوني أن تترك الخرفان في صندوق الشاحنة إلا بوجود مرافق، وفي نيفادا من المحظور قيادة الجمال في الطرق السريعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك بقنواتنا حتى يصلك كل جديد. أعرف، متعة المعرفة والترفيه.